مساء روبن لمسات جميله الحقيقه، واحد من المرشحين للفوز بلقب احسن لاعب في العالم. وادي كومي جول وهو بيخلص حاجات ديت وبالعطيه وتدخل، ولكن حكم اللقاء الحكم امامنا يدي ايه؟ يدي ركله جزاء، ركله جزاء على المغربي مهدي بن عطيه القادم من نادي روما. وامامنا هنا بطاقه حمراء قاسيه قوي، قاسيه 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 امامنا اهو من بابل كارلوفيتش الحكم التشيكي في هذه المباراه. بايرن ميونخ وواقعة الطرد في هذه اللحظات، طرد لمهدي بن عطية، أول عربي يلعب لبايرن ميونخ مهدي بن عطية. أدي أهو شفنا زيدان مع مايلز مع دورتموند، هاني رمزي مع أيضا كايزر سلاوتن، وأيضا يعني الأندية اللي عملها خلال مشواره بريمن. ركلة جزاء لصالح نادي مانشستر سيتي، ادي كوني جويرو، هي واحده جت لكوني جويرو اللي تقدم وحط جسمه وسبق، ومهدي بن عطيه تدخل وحكم اللقاء يدي ركله جزاء في الدقيقه امامنا هو 21. وهيلعب بايرن ميونخ بعد طرد بن عطيه منذ الدقيقه 20 ب 10 لاعبين، وادي ركله الجزاء كوني جويرو. 12 هدف في مسابقة الدوري الإنجليزي، هو الهداف ووراه كوستا، ومسجل في روما ركلة جزاء وسيسكا. وادي أمامنا إجويرو أمامنا يسجل، السيتيزنز متقدمين عن طريق كوني إجويرو بعد مرور 21 دقيقة. مهدي بن عطية وخطأ وركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي، وكوني إجويرو النجم الأرجنتيني هنا يأتي في هذه اللحظات بالهدف في مرمى مانويل نوير، كان سجل في 4-2 للأرجنتين على ألمانيا في أول لقاءات ودية بعد كأس العالم، بعد ما حسمت ألمانيا لقب كأس العالم بالفوز على الأرجنتين. سجل كوني إجويرو في تلك المباراة 4-2 في مرمى هذا الحارس، وأمامنا هنا هو الكرة في الشباك من ركلة جزاء. كوني إجويرو يتقدم لمانشستر سيتي، هدف يستعيد به الأمال. أدي الكرة وأدي مهدي بن عطية وكوني إجويرو بذكاء، وشفنا الكرة وصراع الكرة لم يصل للكرة. أدرك فريق البايرن التعادل من خلال ركلة كرة ثانية خطفها في جزء من الثانية من أمام ثانية ليفاندوفسكي، 2-1 لصالح بايرن ميونخ في هذه اللحظات. وأمامنا هو جو هارت يعني إيه في صيحة غضب، لكن شوف بادية منين، بادية من جانب اللاعب باتنج، عارفين نقطة الضعف. أدي أمامنا ثانية، وشوف بقى روبرت ليفاندوفسكي البولندي القادم من دورتموند كيف وضع جسمه في هذه الكرة في هذه اللقطة، وضربة رأسية تضع نادي بايرن ميونخ في المقدمه بهدف جميل، هدف جميل امامنا اهو. التحرك حلو والكره ارتطمت كده في راسه مع كتفه، لكن ايه التحرك ممتاز، ايه كره بالراس والكتف وموضوعه في مكان صعب قوي على جو هارت. هدف في الدقيقه 44 عشان تتصعب الامور وتصبح النتيجه 2-1 لصالح بايرن ميونخ باقل مجهود. الامور اتت يعني بطريقه